علشان تبقى هذه الأمة مشلولة. يا إخواني لابد نفيق، نحن في خطر. فعلا نحتفل اليوم بأن تونس دولة مستقلة، والجزائر الحمد لله بعد هالعذاب دولة مستقلة، وليبيا كذلك. هذا صحيح، لكن ما نضمن بكرة نكونوا مستقلين أم لا؟ قد نكون مستعبدين، لأن هذا العالم لا يعترف بالحق، يجبر فقط على اعتراف على 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 وجودك بقوتك. مش بالحق، فلسطين مش عندها حق، الشعب الفلسطيني مو صاحب فلسطين، هذا حق يعترفوا به ما يعترفوا به. من اللي باقي فلسطين؟ الأقوى الذي قادر يدفن فلسطين أحياء، هذا هو اللي باقي، اللي عند الفانتوم الأمريكية هو اللي باقي. وهذا العالم اللي يخدعكم ويقول لكم عالم متمدين، هذا عالم همجي بربري متخلف من حق، هو الذي سبب الكوارث البشرية، هو الذي قاد الحرب العالمية الأولى والثانية والصليبية والبنيقية، ولا زال يقود حروب جديدة لتدمير البشرية. من الذي قتل عشرات الملايين من البشر في الحروب الماضية؟ هذا العالم الذي يدعي التمدن، هذا عالم متخلف، ولن يتوالوا في تدميركم إذا 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 وجدوا فيكم ضعفا، إذا وجدوا فيكم ثغرة لا يراع فيكم إلا ولا ذمة. وكيف يقوم تعاون بيننا وبين أوروبا إذا كنا نحن ضعفاء وهم أقوياء؟ هم يريدون لبلادنا العربية أن تبقى سوق استهلاكي يستهلك ويستوعب ما ينتجونهم من نفايات، ويريد لنا ألا نكون قوة صناعية حتى لا نصنع الغاز والنفط والزيت والفوسفات لكي يأخذوه هم لمصانعهم ويصنعوه ويبيعوه لنا. هم يبغون احنا سوق استهلاكي ومنطقة مناورات، ولما تقوم حروب دولية يبغوا هم يرعوا يدهم على هذه المنطقة لكي يسيطروا على مضيق جبل طارق وعلى خليج سرت وعلى باب المندب وعلى قناة السويس وعلى مضيق هرمز. يحاربوا فينا في نهر الأردن، في نهر اليرموك، وفي نهر العاص، وفي نهر الليطاني. الآن هذه الأنهار اللي علمكم تحتلها القوات الإسرائيلية كلها، حتى لا يستطيع العرب أن يستفيدوا من هذه الأنهار. ثم يأتي الدور على دجلة والفرات، سيتم احتلالها. هذه أمة في خطر. نعم نفرح ونحتفل ونغني ونرقص، ولكن نقاوم. بلا مقاومة لا مستقبل لنا. يجب يجدوا فيكم غضة ويجدوا فيكم قوة، وهذا لا يتأتى بأن احنا نغني باستقلال ليبيا واستقلال تونس واستقلال الجزائر وغيرها. هذا يتأتى بالوحدة، بالوحدة فورا، يحشد البشر الكتف على الكتف، والإمكانيات والمياه والحبوب ومية المطر والمياه الجوفية والبحر والشمس وكل الإمكانيات يجب أن نرصها ونحشدها ليل نهار قبل أن يأتي الاستعمار مرة أخرى. أي توجه غير هذا مهلكة، تضيع للوقت وخداع. أي توجه غير التوجه الوحدوي الجاد والفوري بدون تردد وبدون خوف هي خيانة لمستقبل الأمة العربية وخيانة للأجيال القادمة.